طب كابتن عصام، هل كان فارق معاك انه ينسب ليك شيء، ولا كان فارق معاك انه نجاح التحكيم المصري او منظومه التحكيم المصري؟ لا فارق معايا نجاح التحكيم المصري، بس يعني انا ليه اخش في تجربه انا من المبدا رافضها؟ ايه المبدا يا فندم؟ ايه المبدا اللي انت رافضه؟ بص، ما هو انا مش عاوز اخش في حاجات الناس تفتكرني ان انا بهاجم الراجل، لا بالعكس انا بتمنى له التوفيق لان ده التحكيم المصري، صح، وبتمنى الناس اللي هتشتغل معاه تبذل اقصى جهد ان يحققوا نجاحات. لا حضرتك دلوقتي، حضرتك دلوقتي خارج المنظومه، فقول لنا ايه اللي احنا نقلق منه وايه اللي احنا نطمن له. السؤال السؤال، احنا جايبين الراجل ده عشان تطوير ولا جايبينه شو اعلامي؟ نقول احنا جبنا هو خبير اجنبي وخلاص ونسكت الناس والاهلي والزمالك والقصه دي، هو ده الهدف؟ لا احنا جايبينه ليه؟ جايبينه عشان تطوير. طيب ده سؤال. طب لما نيجي نجيب تطوير، هل هو الافضل اللي يجي مصر، ولا في ناس تانية نسأل اهل الذكر عشان نشوف مين الافضل، مين الافضل اللي يجي عشان نستفيد منه؟ ده السؤال يا طب لا ما انا ده السؤال اللي انا ممكن اطرحه وحضرتك اللي تجاوبني. يعني انت شايف ان كلاتنبرج كان في افضل منه ممكن يجي مصر؟ ده من وجهة نظري انا بتكلم كخبير في الفيفا، تمام؟ ده من وجهة نظري ان كان ممكن لو حد سألني، اللي كان مسؤول عن هذا الملف سألني مين اللي يجي، كنت اقول لهم مين يجي، ارشح لهم اكتر من واحد بسي في محترم ويسألوا عنهم ويعرفوا. انت فاهم ازاي؟ مش انا مثلا كلاتنبرج صديقي او صاحبي اجيبه او لا لا لا، القصه ما تبقاش كده. لازم يبقى نسأل عن على فكره البعض بيقول لك ده كان حكم كبير، كان حكم كويس بس ما راحش كاس العالم، بس هو كان حكم كويس، بس مش شرط انه يكون مسؤول كويس، مش شرط يكون محاضر كويس، ومش شرط يكون راح كاس العالم يبقى اداري كويس انه يرقص. ما انا معاك، بس يعني الاداري كويس لازم يكون عنده مقومات يا كريم. لازم على الاقل عشان اجيب خبير لازم على الاقل يكون محاضر في الفيفا، على الاقل يكون محاضر في الفيفا وعنده تجارب ناجحه وتجارب مختلفه في اكثر من مكان تكون ناجحه. انا مش عاوز اتكلم على هذا المبدا، ولكن احنا نتمنى له التوفيق، ودي تجربه هو هيخوضها، الناس هتساعده، مصريين، اتحاد الكوره، لكن انا المبدا نفسه رافضه. بس طيب، منظومه التحكيم الفتره الماضيه يا كابتن عصام بصراحه شديده شايفها كانت ناجحه بنسبه كام في الميه؟ بص بس انا عاوز ابعت بعض الرسائل الهامه واقول لك ناجحه ولا مش ناجحه. اتفضل. واحد، ان عاوز اقول البعض قال لك ان لجنه الحكام تفتقد الى النزاهه والشفافيه. اقول لهم عيب. عيب. لان لو لجنه الحكام تفتقد الى النزاهه والشفافيه، اذا بالتبعيه الحكام مش نزاه ولا عندهم شفافيه. صح ولا غلط؟ لا، ده الف ب، لان هم اللي بيحكموا مش لجنه الحكام. فاقول لهم ان لجنه الحكام ده فئه من الشعب المصري. عيب لما احنا مصريين نتهم فئه ان هي تفتقد الى النزاهه والشفافيه، ده عيب. وعيب لما حد كبير يقول ده، عيب. انا مش هقول اكتر من كده، بس ده عيب. بس اللي عاوز اقوله وارد عليه واقول له، حكامنا بخير وناس شرفاء وناس محترمين، لكن للاسف ناس كتيره بتضغط عليهم، مؤامرات كتيره بتحاك ضدهم، من اولا من اسر التحكيم ثم من اطراف اخرى. لكن اللي ألمني كتير هذه الجملة، النزاهة والشفافية. عيب. أقول اللي قال الكلمة دي أقول له عيب. دول ناس محترمين فيهم الدكتور والمهندس والطبيب و و و. فعيب. يعني عيب. دي اللي ألمتني كتير، وكان نفسي الاتحاد يرد على دي. بس. كان نفسي. دي حاجة. طيب. وقلت لك إن سألتي كانت من 15/6. هو موثق على فكرة.